دائما في سياق التغيير والعيش الكريم، دائما في الدفاع والترافع على منطقة مولاي رشيد. إلا أننا كنتفاجئوا اليوم كنشوفوا حائط أمام شارع بقادر الصحراوي في الجردة اللي كتسمى بعشرين غشت، اللي بغينا نتسائلوا السيد عامل عملة مولاي رشيد والسيد والي جهة الدار البيضاء سطات، من المسؤول على هذا الحائط اللي سدوا على الشارع وسدوا على الساكنة ديال لالا مريم، سدوا على الساكنة ديال مولاي رشيد، للمجموعة ثلاثة، للمجموعة جوج، للمجموعة واحد. فحسبي الله ونعم الوكيل، المسيرة اللي المتنفس ديالها الوحيد هو هاد الجردة، إلا أننا لقيناه اليوم ما بين ليلة ونهار دايرين عليه حائط. هاد الجردة اللي سنين وسنين وهما دايرين لها هاد الكرياج، وهي من الجانب ومن القانون بأن أي مساحة خضراء خاص يكون ديالها يكون الأبواب ديالها مفتوحة، وماشي الأبواب ديالها هي في حد ذاتها تكون مفتوحة، لأنها أمام شارع عبقادر الصحراوي. فاليوم كنتسائلوا على هاد الحائط اللي تبنى بعشوائية، كنسميه عشوائية لأن الأرضية ما تحطاتش في المستوى، باقي ما كاين لا أغراس، ما كاين لا كراسي في الجردة اللي هي من اللي هي مسؤولة على واحد الجمعية إكس. فبغينا نعرفوا هاد الجمعية اللي استغلات هاد الجمعية، استغلات هاد المساحة، استغلات هاد المساحة الخضراء، واستغلات واحد الروض، واستغلات واحد الملعب، واحد الملعب اللي كيدخلوا ليه الوليدات بثلاثة دراهم. فعيب وعار وقمة الاحتقار اللي كنشوفه في منطقة مولاي رشيد. والغريب في الأمر الإخوان، وبغيت نوصلها للسيد والي جهة الدار البيضاء سطات، هو هاد الناس اللي داروا هاد الحائط بغاو يخليو الفرصة فين يتفتح الباب اللي مقابل الإقامة اللي كتبنا. يعني هاد المقاول اللي خدم على هاد الإقامات، اللي خدم على هاد الإقامات، فبغاو يشركوا هاد الجردة مع الإقامات في ظل واحد الحائط غادي يديروه من القنت ديال الجردة للقنت الآخر ديال الجردة. فاللي بغيت نوصل هو يجب ربط المسؤولية بمحاسبة تجاه هاد الجمعية اللي استغلت المصلحة ديالها مع المجلس السابق اللي كان برئاسة مصطفى الحياة اللي هو دابا نائب ديال مقاطعة مولاي رشيد، في غياب السيد عامل عمالة مولاي رشيد اللي خصو يوقف على هذا الحائط العشوائي، زيد عليه الإقامة اللي دابايا غادي يفتحوا الباب ديال الجردة من الجهة الأخرى، وهاد الباب هذا غادي يبقى كمجرد باب شكلي. وهاد الحائط راه غادي نقول للناس ديال السلطة راه غادي يبداو الاغتصابات من وراه، غادي يبداو السرقة، وغادي يبدا تجار المخدرات ويعني ومتناول المخدرات داخل هاد الحائط أو داخل هاد الجردة، لأن ما غاديش نعرفوا اش من وراء هاد الحائط. وتحية للجميع، ونتمنوا التغيير والعيش الكريم وبركة من هدر المال العام بدون حسيب أو رقيب.